السلام عليكم سكتش اب دي زد كوميونيتي، حلقة جديدة ومراجعة جديدة على برنامج سكتش اب. اليوم نشوفوا نيو اكستنشن. اكستنشن هذه تخلينا نخدموا كومبلكس شيب اور كومبلكس سكينز اللي نحتاجوهم بزاف لي بروجي تاعنا، بزاف اللي نخدموا بها. صح هي مفيدة جدا خاوتي. نروحوا لسكتش اب، برنامج سكتش اب. اوكي ليتس ستارت خاوتي. نفس كاتشب بنخدمو ينفاس لازمنا at minimum 3 point. What does mean? It mean عندنا the first point, the second point and the third point. هكذا عندنا point, point, point. صح هلين نقول للأخر تاعنا جينا ينفاس. صح دوك هادي كيش سوا تكون هكذا في البلان بلون X ولا بلون Y بلون Z ماشي مشكل، ميم بلون كالكونك جينا اون فاس. فور اكزامبل فور اكزامبل لو كان نطلعوا هاد البوان نطلعوا هكا فلاكس بلو تعطينا اون فاس ماشي مشكل خاوتي. صح نشوفوا حاله واحده اخرى. فور اكزامبل عندنا هادي عندنا هذا المربع. صح المربع هذا عنده اربع نقاط. لو كان خاوتي هذا الكوان نحكمو ونطلعو ولا هاد لي بوين هاد البوين فوالا كيما يعطيني في الكونترول خاوتي نخدم بلي فلاش تاع الكلافي يعطيني بلي فلاش اشاك فوا نقدر في الفليشا يعطيني اكس نخدم به فوالا. دركا فور اكزامبل عندنا هذا. صح شوفوا خاوتي غير طلعت واش صرا يعني درت كونترول زد دوك ندير كونترول ايكغ نعاود نولي خطوه الامام كونترول زد نولي للخلف كونترول ايكغ نعاود نولي للامام. صح كنترول زد خاوتي هنا كان الاخر تاعنا لافاس تاعنا كانت سامب ما فيها حتى از مكونه من اربع حواف. دوكا لو كان نديرو كنترول اي كيما طلعناها ولات عندنا ثلاثه قسمها لنا على زوج. صح هنا انا خاوتي فور اكزامبل عندي ان اوبجي اللي يكون عنده فور اد صح ما عنديش هذه في الوسط يكون سموث هكذا سموث. صح واش نروح نديرو خاوتي وهنا لازم نجيبو الاكستنشن تاعنا اللي هي soap bubble. صح لو كان نديرو هادو ديليت ون سيليكسيوني ماي فور ادز هكذا ادز هادو راهم ربعة تاعي راهم مغلوقين خاوتي لازم نكون على كيما نقولو سيري سارتا يكونوا مغلوقين الادز تاعي. لو كان نضغط هنايا جينيريت سوب سكين شوفوا واش يعطيني خاوتي يعطيني اون فاس اللي هي ديفايدد باي ماني سكوير مربعات بزاف. صح شوفوا هنايا يا خاوتي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والنص هذا النص هذا 10 هذا واش راه عاطيني هنايا ديفيجن 10 يعطيها لي في الاتجاه الطويل. صح لو كان نكتب هنايا 20 وندير اوندري شوفوا واش عطيني خاوتي عطيني هنايا لو كان نحسبوهم نصيبو 20 سكوير بهذا النص خاوتي. صح لو كان ندير 30 اوكي ثاني كيف صح علاه ندير 30 وعلاه ندير 20 وعلاه ندير 10 ديفيجن. صح هنا معليش نوريو هذا نجيب لو كيو هذا باه نشوفو لا ديفيرونس سيليكسيونيو موف كونترول نديرو فور اكزامبل 600 نديرو فوا 2 باه يعطيني 2 كوبيز. اوكي في هذا ليكزومبل خاوتي نكليكيو لهنا ونديرو 10 نخليوها 10 ونديرو اونتري شوفو واش طاني خاوتي طاني اون فاز سموث راكم تشوفو ومقسمة على 10 تقسيمات مربعات راكم تشوفو خاوتي. صح لو كان نروحو لهذا نعاودو نكليكيو جو سكين هادي ونديرو جينيريت سكين ونديرو 20 طاني مربعات اكثر شوفو خاوتي واش طاني طاني اون فاس. لو كان نروحو لهذا كيف نضغطو عليه نديرو 30 نديرو انتر انذر تايم شوفو واش عطيني خاوتي. دركا لو كان نروح فرونت فيو نقدرو نفهمو بلي يا ودي هادي راهي سموث مور ذان ذيس وهذه راهي ثاني سموث مور ذان ذيس وان
Ah, comment tu vas faire? Donc, Space Stay, ça dépend de comment on voit le look de ça. هكذا كيف راني حاب نشوفها يعني حاب نشوفها سموث شويه شويه احنا جنرال نحب نشوفوها سموث لما تكون من فاس ليس صح شوفوا خوتي انا اللي حاب بون خوتي ما تكثروش بزاف الديفيجن باسكو من بعد الفيشي ثقال هذه حاجه لوجيك صح لو كان نروح لهذه خوتي احنا ونحوس ان ناميليوري انا لا كيما يقولوا الشيب تاعي نحوس ندير لها زعما هكذا تكون طالعه شويه لهنا هكذا ولا تكون هابطه شويه لتحت انا البروجي تاعي نحوس نشوفو هكذا ولا لوبجي تاعي نحوس نشوفو هكذا صح خاوتي الحاجه الاولى لازم ديروها في بالكم باللي لازم دي فوا يكون عندهم هكا لي بروجي يعطيك يريها لكم الفاس هذه بلا فاس هذه الكريز دونك هذه دو بريفيرونس تقلبوها ديرو كونترول زد قلبوها على فاص البيضاء صح باسكو هذه هي لافاس برينسيبال اللي يفهمنا باسكو علاه لو كان نكتبو دوكا نديرو الانكريز تاع لافاس تاعنا نغيرو لها الشيب الاتجاه هذا هو الاتجاه الموجب الاتجاه التحتاني من لافاس هذه هو الاتجاه السالب صح واش معناتها نعاودو نروحو فرونت فيو نشوفو ليكزومبل هذا نضغطو على لافاس تاعنا نديرو هنا جينيريت سو بابل هنا واش كتب لي كتب لي بريشر وهنا يقول لي انبوت بريشر بلس سلاش ماينس صح نديرو بلس 5 راكم تشوفوا خاوتي كيف طلعت شويه نديرو بلس 10 اوبس نعاودو نضغط عليهم فوالا سوري اتس جاست ا بيك نديرو بابس نديرو بلس 10 انتر راكم تشوفوا كيف طلعت خاوتي نديرو 15 طلعت راكم تشوفوا الشيب وهنايا كومس الشيب تاعي بون الديفيجن تاعي اللي درتها الخطره الاولى ماهيش بزاف مقسومه على جيت هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ثاني 10 شوفوا واش طاني كل طاني واحد التكسار خاوتي وانا في لي فورم تاعي ما نحبش نشوف التكسار هذا سوف كاين عندكم بروجي يكون لوريجين تاعو في التكسار هذا انا مانيش حاب نشوف التكسار هذا في البروجي تاعي صح هنا واش يدخل الدور تاع شحال من ديفيجن درتها ما اشك فوا ندير ديفيجن مور ذان ذا فيرست وان تكون لافاس تاعي مور سموث اور مور سموثنس الله اعلم سموثنس صح اور على كل حال صح دوكا لو كان نروح نعاودو نضغطو على الاخرى هذه الشيب هذه نديرو هنايا نكتبو زيرو يعطيها لي كيما كانت خاوتي نديرو ماينس 5 ماينس ندير موان 5 تهبط لتحت عاود نديرو ماينس 15 تهبط لي لتحت راكم تشوفو خاوتي لو كان نشوفوها مود رمادي خاوتي صح نعاود نوليو لي فاس تاعنا شوفو هنايا خاوتي لو كان نضغط على هذه وندير بون نعاود نردو هذه خاوتي نديرو بابل نكتبو 50 خليوها هكذا باش نشوفو مقارنة لو كان نضغطوا على هذه ونديروا هنايا بابل ونديروا 50 راكم تشوفوا خاوتي لا ديفيرونس بين هذه وبين هذه اتس لوك بيتر ذان ذيس هذه تبان هايله لو كان كيف نروحوا للشيب هذه نضغطوا عليها بابل ونديروا 50 راكم تشوفوا خاوتي يعطي هذه مور بيوتيفول ذان ذيس وان اند ذيس وان دونك حنايا في لي بروجي تاعنا ولا في لي زوبجي تاعنا ما نكثروش بزاف الشيب ما يبقاش في شي او ميم طون نشوفو لا فاس اللي حيخرج بها الموديل تاعي ولا لا سيرفاس تاعي دونك اشاك فوا تكون ليس مليحه اللي نسحقوها صح ودروك لو كان نديرو فور اكزامبل لو كان نافيشيو هيدن جيومتريك ولا هيدن جيومتري نشوفوا باللي يودي كاع شاك مربع هنايا كل مربع مقسوم على 2 هكذا نعاودو ولينا للبرينسيب هذا تاع 3 بوين يعطيني اون فاس هو كيف هنايا واش دار طاني مع الاول مربعات ومن بعد كل مربع قسمو على 2 باه يعطيه اون فاس راكم تشوفوا خاوتي صح و
فور اكزامبل هذه هي تما نقدروا نخدموا لي فاس تاعنا دي بروجي يقولوا يكونوا كومبليكي ولا تكون عندنا اون طواتور هكا ما نقدروش نخدموها دونك نخدموها بالشكل هذا كاين خاوتي اللي عندهم اون طواتور فور اكزامبل زعما عندنا نديروا ريكتانغل هكذا البروجي خفيف نطلعوا هكذا وهذا بون معليش نهبطوه نديروا زعما هذه البوان نهبطوها شويه راكم تشوفوا خاوتي هذه البوان نطلعوها شويه كاين هذا البروجي شفتو ما على باليش وين اكزاكتومون وهذه البوان نطلعوها شويه راكم تشوفوا خاوتي صح ومن بعد انا نحوس نكري طواتور تاعي تاع البروجي تاعي هنا سي ديفيسيل خاوتي بان نكريوها بسكتش اب دونك واش نروح ندير هنا طواتور تكون سامبل خاوتي ماشي زعما تكون تكون فيها تكون محدبه ولا مقعره واش نديرو سكين بابل نديرو زعما 20 نديرو 50 معليش هكذا اون انتر انتر شوفوا واش عطيني خاوتي يعطيني لافاس تاعي ابارتير لي 4 تخي تاعنا اللي راهم مغلوقين لازم نتاكدوا بلي ودي تخي تاعنا راهم مغلوقين راكم تشوفوا خاوتي دونك فور اكزامبل لو كان نروح نغلق البروجي تاعي هنايا على اكزامبل هكذا نعطي له حاجه خفيفه خاوتي غير هنا هكذا نعطي له هكذا على كل هذوك راح نحط واحد الفيديو خاوتي على واحد البروجي اذا كان تبعوه ماذا بكم تعاونونا مع بغينا نخليوه مغلوقين ولا نخليوه مغلوقين هكذا خاوتي راكم تشوفوا باني اكزامبل هذا نعطيو له كلها غتكون شويه غادي ونجي نطفيوها وهنا يا خاوتي كما شفنا في الفيديو السابقين هنايا الى حبينا هادو لي تري تاعنا ولا الديفيجن تاعنا ما يبانوش سيليكسيوني ولا فاس تاعنا هنايا دونك ندخلوا فيها هو جينيرالمون يعطيها لي جروب اشاك فوا لو كان نحي لوكين تي نسيب لي تري تاعي هو غير ندير جينيريت ساو بابل يعطيها لي جروب صح نروح لهنا نكليكي ندير سموث نورمال راكم تشوفوا نشعل لامب فور اكزامبل نشعل اللامب تاعي هاولي خاوتي نعطاني واحد التكسار نعاود نكليك عليها ندير سموث نورمال يروح لي التكسار هذاك وهاي اللي نقدر هاكا نشوف الطواتور تاعي اللي تكون زعما ان بو حاجه موديرن ولا حاجه بون صافي بون شوف كل واحد الستيل تاعو تاع الخدمه وكل واحد واش يحب كاينين هادو خاوتي هذه هنايا خاوتي لوبسيون انا ما نقدرش نديرها لكم باسكو هي مش مهمه بصح ماهيش مهمه بزاف نخدموا بها ومن دون انا كي راني نديرها يجرى لي واحد الباك دونك الى تشوفوها في التوتوريال واحد اخرين شوفوها في الانترنت غالبا انا هنا يجرى لي واحد الباك وين يروح لي الفيشي كومبليتمون بار اكزومبل لو كان كليكي بون يروح لي هنا الفيشي مانيش حاب نخسر الخدمه هذه صح لو كان زعما نشوفوا هذه ريستارت فايندينغ وهذه ستوب انيميشن لو كان هذه خاوتي نطفيو لومب نجي الخدمه سهله نديرو باب نديرو بار اكزومبل 16 راكم تشوفوا خاوتي نحبس هنا ندير ستوب قبل ما توصل 16 تاعي ندير ستوب كالكولاشن نحبسو هكذا اوبس لو كان عاود ندير هكذا ندير مثلا والو يعاود يكمل خاوتي يكمل حتى 16 هكذا 16 بريشر ستاتير لا فالور 16 تاع الضغط لو كان كيف نضغط على هذه ندير لها واول ندير بار اكزومبل 30 ونحبس هنا ندير ستوب لو كان بون هنا فاتني نحبس لو كان ندير بلاي انيميشن نعاود نهبط غير شويه باسكو فاتني الله هكذا خاوتي دونك هذه نحبس بها الجينيريت بريشر تاعي نحبس بها وهذه نحبس بها وهذه نعاود نكمل بها الا حبيت نحبس في زعما مستوى معين تاع الارتفاع اللي راني حابو نحبس بها ماشي مشكل وكيف كيف خاوتي تخدم في لو سونس بوزيتيف لو سونس نيجاتيف دونك خاوتي جينيرالمون هذا هو التوتوريال تاع اليوم جيسبر يكون فاتكم هذا الفيديو مهم جدا باسكو عندنا بزاف لي بروجي وين نخدموا دي فاس يكونوا كيما نقولوا عندهم ما عندهمش زعما بلان واحد ماهمش على مستوى واحد وما نقدروش نعرفوش نخرجوا لي فاس تاعنا هذا البلوجين مهم جدا خاوتي صاوب بابل هو فري تروحوا اكستنشن وير هاوس تيليشارجيوه وتنستاليوه كيف تحبوا ديروا كيما منا خاطر اللي في اكستنشن مانجر ولهنا انستال وتنستاليوه وتجيبوه
هذا هو خاوتي الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله ربي يكون فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.